البيتا 2 مايكروجلوبولين ده ده سبيسيفيك فور مالتيبل مايلوما والليمفاتيك ليمفوسايتيك ليوكيميا، يعني في الحالتين الليوكيميا والليمفوماز. ده التست بيبقى بلاد تيست او يورين او سي اس اف، وده تو ديتيرماين بروجنوزس اند تو فولو ريسبونس تو تريتمنت. يعني المفروض البيشنت ده اخد ميديكيشن ومفروض ان انا اشوف بعدها البروجنوزس هل هو بيتحسن ولا لا، واشوف الريسبونس للتريتمنت عامل ازاي. التيومر ماركر اللي بعده حاجه اسمها بي سي ار اي بي ال، ده كرونيك يعني سبيسيفيك للكرونيك مايلويد لوكيميا، بشوفه في اللوكيميا. تمام، ده بيكون بلاد تيست او بون مارو تو كونفيرم دايجنوزس اند مونيتور الديزيز ستيتس، يعني عشان اتاكد من الدايجنوزس وعشان اتابع حاله المريض عامله ازاي. ال سي اي 125 اللي احنا قلناه قبل كده ده سبيسيفيك فور اوفاريان كانسر، ودي بتكون بلاد تيست وبرضو بيساعدني ان اعمل دايجنوزس اند اسسمنت الريسبونس تو تريتمنت، يعني بيساعدني في اشخص وبيساعدني ان اتابع حاله المريض عامله ازاي، وكمان ايفالويشن اوف ريكيرنس، يعني حتى لو البيشنت خلاص اتعالج تماما بعد كده ممكن اعمل تيست عشان اشوف هل حصل له ريكيرنس، يعني جاله المره الثانيه ولا لا. في حاجه اسمها سايتو كيراتين فراجمنت 21:1، ده سبيسيفيك للانج كانسر وده بلاد تيست هيلب ان مونيتورنج فور ريكيرنس، يعني برضو بعد المريض ما بيخف اشوف حصل ريكيرنس تاني ولا لا. في حاجه اسمها استروجين ريسبتور بروجستيرون ريسبتور. استروجين وبروجستيرون طبعا واضح انهم هرمونز عشان كده ليهم علاقه بالبريست كانسر، ودول في التيومر تيشو، يعني باخد سامبل بايوبسي من التيومر وبشوف في التيومر ماركرز دي. طيب دي بتحدد لي ايه whether treatment of hormonal with hormonal therapy is appropriate، يعني انهي نوع من الهرمونال ثيرابي اللي انا بستعمله هو ده المناسب لعلاج المريض. يعني بقى بعمل الحاجات دي وانا والمريض ماشي على الهرمونال ثيرابي، وممكن اغير النوع الهرمونال ثيرابي بسبب الايه التيومر ماركرز دي. طيب في حاجه اسمها فايبرينوجين، ده سبيسيفيك للبلادر كانسر، وبلادر يبقى هعمل يورين طبعا، التست عندي هيبقى يورين اناليسيس. ده بشوف فيه البروجريشن اند ريسبونس تو تريتمنت، بشوف التحسن بتاع المريض ماشي ازاي او تطور المرض هل بيتحسن ولا لا، وبشوف الاستجابه للعلاج عامله ازاي. في حاجه اسمها لاكتيت دي هيدروجينيز، هيدروجينيز يبقى على طول ده انزيم، ده بيشوف او سبيسيفيك للجيرم سيل تيومرز، وده بلاد تيست وبشوف فيه الستيج، يعني اشوف البيشنت في انهي ستيج من المرض، بشوف البروجنوزس بيتحسن ولا لا، بشوف الريسبونس تو تريتمنت. في حاجه كمان اسمها بروستيت سبيسيفيك انتيجين اللي هو البي اس اي، والتحليل ده مشهور جدا للميلز الاولد ايج لانهم يعني البروستيت بتبقى مشهوره ان بيحصل لها هايبر بليزيا او تورم، وممكن يكون ده مالجننت او لا، فبنعمل بي اس اي عشان نشوف هل ده ممكن يكون بروستيت كانسر، وده بيكون بلاد تيست تو دايجنوزس بيساعدني في الدايجنوزس وفي اشوف الريسبونس تو ايه تريتمنت، واشوف ممكن يحصل كمان ريكيرنس ولا لا. في حاجه اسمها سيروجلوبولين، سيرو يبقى سيرويد، ده طبعا خاص بالايه بالثايرويد جلاند، لو كان فيها تيومر اشوف التيومر ده مالجننت ولا لا. طب ده بشوفه ازاي؟ بيبقى التست بتاعي عباره عن تيشو من التيومر نفسه، باخد بايوبسي منه وبشوف ايه التيومر ماركر فيه. ده بعمل تو ايفالويت الريسبونس تو تريتمنت اند لوك فور ريكيرنس عشان اشوف ايه البروجنوز او اشوف الاستجابه للعلاج اللي مش عليه المرض. رابع نوع معانا من اللابوراتوري تيست هي سيركيوليتنج تيومر سيل تيست. طيب دي يعني ايه؟ يعني بيكون في سيركيوليتنج تيومر سيل، يعني تيومر سيل ماشيه في السيركيوليشن. تيومر سيل دي جت منين؟ بتبقى بروكن اواي فروم ايه الاوريجينال كانسر، يعني